زي واحده كاتبه بتقول ان كانوا يعني باحثين ان هم عاملينها فكاهه، وان هي اوباما ضرب نفسه بالنار لما عشان هو مش فاهم لغتها. قلت لها لا، اوباما في الكرتون ضرب نفسه بالنار لما انا قلت له وي ار دونت نيد اني هيلب فروم اوباما، مش عايزين المساعدات بتاعتك. انت بتترجمي كمان؟ اه قلت له سو يو ار دونت ماست انترفير ان افير ان ايجيبت، لذلك لا تتدخل في الشان المصري. قلت له بيكوز ان افير ان ايجيبت بيلونج تو ايجيبشن اونلي، الشان المصري يخص المصريين فقط. قلت له اند وي ار دونت انترفير ان افير ان امريكا، يعني احنا ما بنتدخلش في الشان الامريكي. فانت ما تتدخلش في شاننا احنا. وبعدين قلت له يعني هواي هواي ديد يو اوباما تو هيلب ذا مسلم براذرز هود اند هواي ديد يو اوباما تو هيلب ذا تريتورز جروب اند كيلرز جروب اند يعني قلت له بالمفهوم العربي عشان الناس تبقى عايزاني عارفاني انت ليه بتساعد جماعه ارهابيه. قلت له يعني قلت له ار يو فورجيت وات هابند ات 11 سبتمبر اف يو فورجيت وات هابند ات 11 سبتمبر ايوه از يو فورجيت ذا بريزنت امريكا دونت فورجيت. قلت له انت نسيت 11 احداث 11 سبتمبر ان كنت انت نسيتها الشعب الامريكي مش ناسيه. طب الرساله وصلت للرئيس اوباما؟ وصلت للاداره الامريكيه. أيوة. للهاوس وايت، للكونجرس امريكا، لكل الاداره الامريكيه. ماشي. لان انا اعلم كل يقين ان الاداره الامريكيه لا تخفى عليها خفيه. فهي من صنعت الارهاب، وهي من تمول الارهاب باموال الشعب الامريكي الطيب وبتحاربنا. وفي الاخر خالص قلت له الارهابيين. وفي الاخر خالص قلت له ان ذا فينيش سبيكينج وي ار ايجيبسن وي ار لاف تو بريزنت امريكا بات وي ار دونت لاف باراك اوباما. احنا بنحب الشعب الامريكي لكن ما بنحبش الاداره الامريكيه. تمام. طيب هنرجع تاني، رسالتك وصلت لاوباما وكمان